التنقيب عن الماء في المناطق الصحراوية ميراث وأدب وثقافة، أما أن تجود صخور الصحراء بقطرة ماء وبضربة فأس واحدة فذلك ضرب من الخيال أو أسطورة من الأساطير. وقعدت في بلاصتو، جاز واحد السيد من هنا قال لي بالشلحة احفر مورال واشرب. هذه الأرض الحاضنة للعيون استضافت رجالاً مروا من هنا، كانت آنذاك خلية صحراء بدون نبتة ولا قطرة ماء، وظلوا عاملين وحالمين فكسروا الصخور واستخرجوا المياه ليرتوي عطش العابرين من هنا، وزرعوا الأشجار ليستظل الوافدون ليقطفوا الألذ من الثمار والفواكه.